السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى لقاء جديد من برنامج مقاصد، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على مقدسات المسلمين ورموز الإسلام. جاء الدور أخيرا على مسؤولين في الحزب الحاكم للهند حينما عرضوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر كتابات على منصات التواصل المجتمعي أثارت هذه الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة غضب في بعض الدول المسلمة وفي بعض دوائر الحكم منها، ما دفع نيودلهي إلى فصل المسيئين من الحزب الحاكم. في حلقة اليوم من برنامج مقاصد نبحث موضوع الإساءات المتكررة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوروبا تارة وفي الهند تارة أخرى، وذلك في سياق واقع إسلامي يراه الكثير من العلماء والمفكرين والمثقفين المسلمين مأزوما على كل الأصعدة. كيف يمكن فهم هذه الإساءات المتكررة إسلاميا، وأي جهد يسع المسلمين القيام به لوقف مسلسل الهجوم على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا عن الهيئات التي شكلت للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أهدافها وماذا جنت من جهودها؟ التفاصيل بعد هنيها. نضع هذا الموضوع بين يدي ضيفنا الكريم الدكتور محمد الصغير، أمين عام الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسمى الحقيقي لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا ومرحبا دكتور. الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قبل مسؤول هندي، مسؤولين حقيقة كبيرين في الحزب الحاكم للهند أخيرا، لم تكن الأولى، وإنما هي جاءت ضمن حلقة جديدة ضمن مسلسل درج عليه سواء كان الأوروبيون أو الآن الهنود. كيف ينبغي للمسلمين عموما يعني النظر إلى هذه الإساءات المتكررة؟ من أي زاوية يجب أن ينظر إليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع هداه وبعد. النظر إلى قضية الإساءة إلى مقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينظر إليها من أكثر من جهة. ربما الجهة الأولى قد تكون مخالفة لما هو في أذهان الكثيرين، حيث وقفت على كلمة جامعة للأستاذ المفكر الكبير الأستاذ دكتور محمد عمارة رحمه الله، حيث قال: أي إنسان تغلق صفحة الإنجازات ويغلق كتاب الحياة الخاص به مع تاريخ الوفاة، آخر شيء في الكتاب وفاته ثم يغلق هذا الكتاب، قال: إلا في حالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الحدث الأبرز في تاريخ العالم منذ نزول جبريل إلى هذه اللحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل فاعلية، في كل حدث، هو حديث الناس في أبحاثهم، في دراساتهم، في شبهاتهم، في أطروحاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلمة الوحي الأخيرة التي وصلت الأرض بالسماء. ولا يوجد أي إنسان إلا النبي صلى الله عليه وسلم يحظى بهذا الاهتمام. وهذا لا أقول دكتور محمد عمارة، هذا نبيه ورسوله، ولكن مايكل هارت لما وضع أسسا علمية وكتب وفق بحث دقيق متجرد، وهو ليس من المسلمين ولم يعرف عنه أنه أسلم، ووضع المعايير لاختيار أفضل 100 شخصية أثروا في العالم والتاريخ، بل لا يملك أي تعاطف مع الإسلام مايكل هارت، لا يوجد شبهة تعاطف، فقال العظماء 100 تمام، لكن وصل إلى نتيجة هي في حديث البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال العظماء مية أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما قاله صاحب الفتح الذي فتح الله وفتح عليه الباري جل جلاله في التوفيق بين صدر الحديث وبين عجزه. ابن حجر فتح الباري. نعم الإمام ابن حجر رحمه الله. أنا سيد ولد آدم، هذا صدر الكلام. عجزه ولا فخر. الحقيقة وأنا أجلس مع رجل مهتم باللغة وبعلومها وبأدابها وبتعليمها وتعليمها، لو أخذنا هذا النص مجردا ففيه نوع من الاختلاف أو التضارب. أنا سيد ولد آدم، هو هل يوجد فخر أكثر من هذا؟ كيف أقول ولا فخر؟ هذا الفخر كله، إن لم يكن هذا هو الفخر فماذا يكون؟ فقال الإمام ابن حجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا فخر، أي هذا أقوله لأنه الواقع ومما أوحاه الله إلي ومن الوحي الذي لا يجوز لي أن أكتمه. فهو يخبر عن واقع. لما الأستاذ جهاد يقول أنا عراقي أو أنا باحث في اللغة العربية، هل هذا هو بيفخر على الباحث في الرياضيات أم أنه يذكر حقيقة؟ يذكر حقيقة ليس فخرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة، فلا يمكن لا يمكن أبدا أن يكون شخص بهذا التأثير الممتد الفعال ولا يكون مرمى سهام أو محط أنظار. في تفسير آخر رياضي سمعته، وأكيد في شباب بيتابعونا تفسير، حضرتك سألت عن كيف ننظر إلى هذه القضية. عمارة رأى هذا في بعض الرياضيين أعجبني وهو يقول ليس مستغربا أن تكون كل الأنظار حتى السهام موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذين في المستطيل الأخضر، الذين يبحثون عن الكرة والوصول إلى الهدف والمرمى، جميعهم مع من ينظر من المدرجات، الأعين جميعا على لاعب واحد فقط اللي هو معه الكرة، اللي هو يملك التأثير الذي يقترب من المرمى أو يحرز الهدف. فوإن كانت هذه الأمة فيها ضعف بمجموع الأمة، إلا أن هذا الدين بالربانية التي فيه، بإعجاز القرآن الممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التأثير الذي يجعل الذين لا يؤمنون به ولا يحبون هديه ربما ينهشونه من كل جانب. هذا 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 تقديم جميل في هذا السياق العام. إذا يعني أنت ترى أنه يجب النظر إلى هذه المسألة من منظور شدة حضور وتأثير النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، في الحداثة، في العولمة، في هذا الواقع، في هذا الكون الذي نعيش فيه. لكن لو انتقلت معك إلى جزئية أدق من الناحية العقدية والفقهية، في أي ميزان يمكن وضع أي إساءة من أي كافر بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. أولا الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من باب من أبواب العلم أو فن من فنون الشريعة إلا وكتب فيه. لكن لعل مقولة لأحد الباحثين قال من أهم أسباب رفعة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ألف الكتاب المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فشتم النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه، هذا أمر بدأ مع أبي لهب. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لماذا؟ لأنه قال أول ردة فعل على الجهر بالدعوة تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فأبو لهب هذه شخصية متكررة، الفرعون، الطاغوت، الطاغية، تختلف الأشكال، لكن كل عبد العزة، كل من احمر وجهه من اللهب حرقة من هذا الدين وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرفع عقيرته بذلك. أريد أن أحرر معك هذه القضية لو أذنت لي دكتور محمد. عندما يقول أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هل القرآن الذي نزل بأبي لهب يتلى إلى يوم القيامة، هل نزل تشنيعا عليه لأنه شتم النبي أم لأنه عرض بالرسالة ضمنا؟ يعني المقصود فيها هنا الدفاع عن مقام النبي أم عن مقام الرسالة في هذه الآية؟
النبي الرسول، ولا فرق بين الرسول والرسالة، لكن أبو لهب أراد أن يضع من البداية حجرا كبيرا أمام هذه الدعوة. لذا والله تبارك وتعالى يمدح بني هاشم ويمدح الآل الكرام، فيقول ويمدح جمهور بني هاشم من أسلم ومن لم يسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يدافعون عنه ويحمونه حتى الذين لم يؤمنوا به. ولم يخالف في هذه القاعدة إلا عبد العزة أبو لهب المكنى بأبي لهب. فأبو لهب أراد أن يضع، ولما يكون الاعتراض من عمه ومن أقرب الناس إليه، هذا أمر سيكون له تأثير. فجاء رد القرآن الكريم حاسما في الدفاع عن الرسالة وفي الدفاع عن الرسول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لأنه الأمر تخطى الرجل، فكان البيت كله، كما أن بيت الصديق وآل أبي قحافة كانوا في النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجند هذا البيت، بيت عبد العزة، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم جميل زوج أبي لهب تقول شعرا وسمت النبي مذمما صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ألا ترون كيف صرفها الله عن سبي، هي تسب مذمما وأنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول: مذمما عصينا ودينه قلينا، وتقول هذا من. فقال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذا تشنيع على الأسرة التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وأصبح هذا قرآنا يتلى، ومولانا المفسر العلامة الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يقول كلاما نفيسا في هذه السورة، يقول: القرآن معجزة كلية، معجزة بإجماله، لكن تحت هذه المعجزة معجزات متعددة، الفواصل، السور، براعة الاستلال، اللي هي علوم القرآن، اللي هي علوم. قال: وفي بعض الآيات معجزات، زي ألف لام ميم غلبت الروم، هذا إعجاز. قال: وسورة المسد. قيل: أين وجه الإعجاز يا مولانا؟ قال: أن الله تبارك وتعالى حكم على أبي لهب بالموت على الكفر والخلود في النار وهو يسمع. يقول الشيخ: طيب لو أبو لهب جاء وقال: أمنت بابن أخي، أو أظهر الإيمان نفاقا، مش في منافقين؟ يعني بيقول الشيخ باللهجة المصرية: وليه كنا عملنا إيه في سورة المسد؟ نوديها فين؟ كويس. لكن يقول: الذي خلق أبا لهب، والذي فطر قلبه على الكفر، والذي يعرف ويعلم أن مآله إلى جهنم، والذي حكم، ولا يصدر هذا الحكم إلا من أحكم الحاكمين، الذي يملك القلب، والذي يملك اللسان، والذي سبق علمه أن عبد العزة لن يؤمن ولو نفاقا. وهذا هنا وجه الإعجاز في الآية في السورة. طيب، تحدثت عن هذا الموضوع دكتور محمد، يعني حينما يساء للمقدسات المسلمين على مر الزمان، يساء للقرآن، يساء للصحابة، يسبون ويخونون ويكفرون للقرآن، للتاريخ، يعني كثير من المقدسات، للكعبة يساء إليها، لكن هل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم خاص عندما يساء له يرفعه فوق مقام المقدسات الأخرى؟ طبعا العلماء ذكروا في هذا أنه الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كأي إساءة إلى أي مقدس من المقدسات أو إلى عظيم ديني، بل أنه العلماء منهم من ذهب إلى ما أكثر من ذلك وقالوا هذا أمر، هذا ذنب ليس له توبة، إنما هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعني يقام عليه الحد، فإن تاب فتوبته بينه وبين الله لئلا يتجرأ على المقام النبوي. يعني لا يأتي من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرض له ويقول أنا تبت الآن، يقول هذا الأمر له خصوصية متعلقة بخصائص النبي الكريم، أن هذه التوبة بينه وبين الله، لكن سيقام عليه حد الإساءة لئلا يتجرأ على المقام الكريم. إذن هي منزلته فوق أي منزلة أخرى، ولا استتابة فيه هذه بالنسبة لمن كان مسلما،
وشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فيما لو كان كافرا؟ وهذا ربما في عودة إلى السؤال الذي قبله، إذا كافر شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض به أو أساء إليه، هل ينطبق عليه الموقف، ينطبق الموقف منه على ما ينطبق من المسيء بحق القرآن مثلا؟ لا، الأمر بالنسبة للقرآن بعض العلماء يقول قد يجهل أنه هذا هو المصحف، ربما راه كتابا ما علم أنه مصحفا، لكن الذي يتوجه بالإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهي جريمة مع العمد، مع الإصرار، مع الترصد للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلها إنسان غير مسلم أو قام بها كافر فهذا إعلان حرب على الإسلام والمسلمين وإعلان عداوة للإسلام والمسلمين. أهينت امرأة على أطراف في قلب تركيا الحالية، كانت قلب أوروبا في هذا الوقت، خرج لها المعتصم من العراق، جرد لها جيشا للإساءة إلى امرأة، إساءة إلى امرأة واحدة، فاستغاثت به وقالت ومعتصمة وخرج بنفسه. فإذا خرج جيش الخلافة وعلى رأسه الخليفة لإغاثة امرأة موجودة في قلب أوروبا وهو يخرج لها من العراق من دار الخلافة في بغداد، فما بالنا بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا الصحابة رضوان الله عليهم ومحمد بن مسلمة وأمثال هؤلاء وحسان بن ثابت كانوا لا يتركون أي إساءة من أي نوع إلا ويردون عليها الرد الحاسم الذي يقطع دابر الفتنة في مهدها، والذي يقطع لسان المسيء بالوسيلة التي تقطع هذا اللسان. طب فيما يتعلق بالموقف الآن من الاعتداء الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم في الهند، لماذا فاق هذا رد الفعل الرسمي، أتحدث عن الرسمي تحديدا، لماذا فاق ردود الفعل السابقة التي شهدت اعتداءات أو إساءات للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الدنمارك، سواء في السويد، في هولندا، في عدد من الدول الأوروبية أو حتى في فرنسا، هل من تفسير؟ أولا هذا أمر ينبغي أن يفكك من عدة جهات. أولا الإساءة من الهند جاءت من المتحدث باسم الحزب الحاكم، ثم جاءت متحدثة أخرى باسم الحزب الحاكم، وهذا لا ينقضي عجبي ممن يقول أنه جمدت أعمال أو وظيفة هذا المتحدث، وأن المتحدث لا يمثل الحكومة، هو المتحدث باسم الحكومة لا عمل له إلا تمثيل الحكومة، يعني هو بيعطى بيان ليقرأ ليس من بنات أفكاره، فهذا يمثل. ثم مسلسل الاضطهاد المستمر الممنهج في عهد رئيس الوزراء الحالي اللي هو مودي، هدم بيوت، أصبح يرفع الآن شعار الصهيو هندية أو الهندو صهيونية، فهو يهدم بيوت المحتجين، يقتل اليوم السيخ وبعض الهندوس المتعصبين، قتلوا إماما نحرا ذبحوه كما ذكرت وكالات الأنباء العالمية، في تقليل لدخول في قضية الإنجاب، في تهجير للمسلمين من أماكنهم. فقضية الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعد أعمال مضطردة ومستمرة، هدم مساجد من النظام الهندي، ثم إنه فرنسا الاستعمارية بتاريخها الطويل خرج ماكرون على قناة الجزيرة ليخفف من حدة غضبة المسلمين وليقلل من حجم الإساءة، وإن كنا رفضنا هذا في حينه ولم نرى أن هذا يليق وأن هذا لا يمكن أن يقلل من غضبة المسلمين، لكن نحن نقارن، لم يحدث هذا من مودي. يعني ماكرون خرج واختار قناة عربية، أشهر قناة عربية، مع تحفظنا على أداء المذيع، وأنا كتبت هذا على تويتر في 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 حينها، قلت أن يكون المذيع من دول المغرب العربي ومن المقيمين في فرنسا وممن يحملون الـ 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 في حوار في حوار نعم. قلت إذا كنتم أردتم لماكرون أن يخرج كنت خرجت خلطوه طلع مع أحمد منصور أو مع أحمد طه مثلا، نعم، أو مع إنسان محايد، لكن في المقابل لم يحدث هذا من مودي، بل الصلف الهندي كان أبلغ. فأنا سمعت بعض المسؤولين الهنود الذين خرجوا على قنوات عربية قالوا إن طلب الدول العربية والإسلامية كالكويت وقطر وماليزيا وباكستان بالاعتذار يقول هذا طلب غير مبرر. فهذا الصلف ربما هو الذي جعل
وتيرة الأمر يكون أكبر مع الهند. نعم. ثم طبيعة علاقة الهند مع المسلمين. الناس، أنا كنت مع أحد رؤساء الجامعات الهندية قبل أسبوعين من الآن، وكما يحدث مع غالب الأقليات أو الطوائف، يتحدث يقال الأقلية المسلمة في الهند. المستمع العربي والمشاهد الإسلامي لما يسمع الأقلية المسلمة في الهند يظن أن هؤلاء بضعة آلاف أو بضعة مئات الآلاف. هم 200 مليون، قال هذا العدد الرسمي وهذا الشاهد. أنا قلت له كما تفضلت، قلت له هذا العدد تخطى 200 مليون. قال لا، هذا العدد الرسمي. قال والإحصاءات الرسمية غير دقيقة، يقول نحن تجاوزنا 300 مليون نسمة. نحن نمثل قرابة 20% من عدد سكان الهند. ثم الإسلام ليس طارئا على الهند. الإسلام حكم الهندستان، ولا أقول الهند الحالية، حكم القارة الهندية، حكم هندستان جميعا، حكمها 8 قرون. فنحن لسنا جملة عابرة في التاريخ، لسنا جملة معترضة أو معترضة في تاريخ الهند، إنما الإسلام حكم وكان في منتهى السماحة. ثم في ملمح مهم جدا لابد أن نلفت إليه الأنظار، وهو ملمح قدري لا دخل لنا فيه، أن قرابة نصف أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنود. لو قلنا الأمة الإسلامية 1.7 مليار أو قرابة 2 مليار مسلم، عندنا 300 مليون في الهند، عندنا 220 مليون في باكستان، عندنا 160 مليون في بنغلاديش، عندنا تخطينا نصف مليار. إذن على الأقل ثلث أو نصف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الهنود. وهذا أول من لفت نظري للبحث وتجميع هذه الأرقام كان مولانا الإمام العلامة الشيخ القرضاوي. كنا في زيارة له مع مجموعة من العلماء، فسألناه وإن كان خارج السياق لكن هي فائدة جميلة. قلنا له يا مولانا، وكنا بنسأله عن الكتاب رقم 100، هو أنجز موسوعة من 100 مجلد. قلنا له ما العلم الذي فاتك وكنت تتمنى أن تحصله؟ قال اللغة الإنجليزية، كنت أتمنى. فقلت له والله يا مولانا على همتك العالية دي كنت في 6 أشهر هجيبها لمس أكتاف. قلت له طب ما الأمل الذي تتمناه وتتمنى أن يتحقق؟ قال أن تترجم مؤلفاتي 100 إلى الأردية. قلت له الإنجليزية كنا نتحدث؟ قال لا، قال أنا عايز ثواب، فكلما يقرأ الهنود هذا يأتي في ميزان حسنات. فلا يمكن أن نغفل نصف الأمة وتتعرض لها، لسنا أقلية في هندستان. والهنود حقيقة ليسوا مجرد رقم، وإنما يمتلكون عاطفة قوية إسلامية قوية، ربما من أكثر الشعوب منافسة للعرب في عاطفتهم الإسلامية. طيب أختم معك هذا المحور دكتور محمد، هل حصل اعتداء أو إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ الإسلامي، وكيف تعومل معها إذا ما وقعت؟ الإساءات حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم على طوال الدعوة، لا سيما في الفترة المكية، ووضع سلل جزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، هذه فيها تهجم على المقام النبوي. أبو جهل لما أغلظ للنبي الكلام صلى الله عليه وسلم وتعرض لمقامه العالي، وكان سببا في إسلام حمزة بن عبد المطلب. حمزة أسلم حمية، أسلم غيرة وعصبية ابتداء، نعم ابتداء، وردت فعل قوية على الإساءة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة سيدنا حمزة يجمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن أخيه وهو أخوه من الرضاعة وهو ابن خالته، فأمه من بني زهرة من البطن الكريم. قال تسب محمدا وأنا على دينه؟ ولم يكن على دينه. فأنا أقول لكل حمزة، لكل مسلم، لكل عباس، لكل علي، لكل جعفر، لكل سعد، لكل خالد، لكل معاوية في المسلمين الآن، لكل من يرى هؤلاء الصحابة، حمزة قاله لم يكن على دينه، وأنت على دينه، كيف تسكت وقد سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموقف الذي سجله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والد السبطين رضي الله عن آل بيت نبينا أجمعين، قيل له وهو خليفة من أشجع الناس يا أمير المؤمنين؟ وكانوا يقصدون قضية المبارزة تحديدا، وهي أقوى شيء في القتال،
وهي بتكون فاتحة النصر لأحد الفريقين. قال تقصدون المبارزة؟ ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه. طوال حياتي لم أهزم في مبارزة. ولكن هو ردهم إلى مفهوم الشجاعة العام. قال أما أشجع الناس فالصديق. قالوا كيف؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت إليه قريش عند الكعبة، هذا يجذبه وهذا يتلتله وهذا يدفعه، اعتداء مباشر وبالأيدي. قال فما تقدم أحد إلا أبو بكر يدفع هذا ويجذب هذا ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم أردف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عقد موازنة، قال ما تقولون، هذا أم مؤمن آل فرعون الرجل الذي سميت سورة باسمه سورة غافر؟ قال والله لأبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك يكتم إيمانه وهذا كان يظهر إيمانه. فالصحابة ما كانوا يسمحوا أبدا لأحد أن يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي موقف حسان وقضية حسان واستدعاء حسان من النبي ربما يأتي في حديثنا في الجزء القادم بإذن الله. نعم، يعني بعد الفاصل سنتحدث عن الإمكانات والطاقات التي يمتلكها المسلمون سواء كانوا دولا أو جماعات أو أفرادا لوقف مسلسل الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. نواصل هذا الحديث بعد مع ضيفنا الكريم بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الإساءات المتكررة لمقدسات المسلمين وعلى رأسها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سياق واقع المسلمين. وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع دكتور محمد الصغير أمين عام الهيئة العالمية لنصرة النبي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أهلا بك مرة أخرى دكتور. بصفتك داعية وناشطا مهما في سياق الدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي قلبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقيمك من الزاويتين كداعية وكناشط في المجال العام، تقيمك لرد فعل المسلمين أو لأدائهم في التعامل مع هذه الاعتداءات سواء على المستوى السياسي والرسمي أو حتى على المستوى المؤسسات الأهلية أو على مستوى الأفراد؟ لو نظرنا إلى كل مستوى على حدة، فالمستوى الرسمي مستوى باهت في قضية الهند ويعتبر مستوى أولي، وإن كنا نشكر هذه الخطوات والدول التي بادرت، ولكن هذا المستوى اللي هو الشجب والاستنكار لا يرقى إلى الجريمة التي تعرض لها مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ردة فعل الدول والحكومات في قضية الهند أفضل بكثير من ردة الفعل في قضية فرنسا، لأنه ردة الفعل في قضية فرنسا ربما كانت محصورة في جهات بعينها، تركيا والرئيس التركي، البرلمان التركي، الكويت وهي كانت سباقة حقيقة في هذا الأمر وما زالت، مفتي سلطنة عمان ومفتي الديار الليبية، هذا في فرنسا. أما في قضية الإساءة الهندية الحالية فكان الأمر أوسع، ولكن مستوى ردة الفعل أقل بكثير مما ينبغي. والدليل على ما أقول أنه الأعلام، ورقة القماش هذه، قطعة القماش هذه التي تمثل نوع من الهوية وتحترم كرمز من رموز الدول وتعبر عن هويتها، ولا تقبل دولة بأي حال من الأحوال أن يساء إلى هذا العلم، ولا يقبل أحد. وصورة الزعيم والأمير المفدى وصاحب الجلالة وصاحب السلطان والفخامة والسمو
وأين هم هؤلاء؟ لا 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 مقارنة البتة بين إمام الخلق وسيد البشرية. لو أسيء إلى ملك أو أمير أو رئيس لرأينا انتفاضة كبرى، ورأينا عرمرم، ورأينا احتجاجات. لكن فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتبرها أنها إجراءات أولية باهتة. دكتور محمد، لا، بل الأمر أقل من ذلك. يعني نحن لاحظنا كثيرا من الدول العربية والإسلامية إذا ما حدثت عملية في أوروبا مصنفة على أنها ضمن الإرهاب بالتصنيفات الغربية، يعني تداعى عدد من الزعماء والدول لإدانتها بأشد العبارات. في حالة النبي لم نشهد هذه الحدة، هل من تفسير لهذا؟ أولا التفسير الأولي أنا بعتبر هؤلاء هم سكرتارية عن المحتل، وأن المحتل لم يرحل عن بلاد المسلمين، وإنما رحل رحلة وقتية أو جزئية، وما زال الاستعمار الثقافي، وهؤلاء وكلاء. بل هم ممارسات هؤلاء الوكلاء أنكى على الأمة من المحتل الأساسي. في أمر آخر في هذا، بعض الحكام وبعض الحكومات وبعض الدول تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، وتدعي النسب الشريف، وربما كان لهم هذه النسبة، لكن لم نرى لهؤلاء وقفة حتى من باب العصبية النسبية. يا أخي أنت بتقول النبي جدي، وتقول أنا ابن فاطمة، وهذا يقول أنا ابن الحسن، أنا ابن الحسين، يعني لم يتمعر وجهك؟ لم نرى غضبة نسبية عصبية؟ لم نرى غضبة على غرار حمزة التي فعلها في الجاهلية؟ ماذا تعني هذه البرودة، سواء حتى يعني في رد الفعل عندما يساء للنبي؟ نحن نعرف في التاريخ الإسلامي عندما كان يساء من بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يغضبون غضبة يعني ربما ترتعد منها الصخور. لكن في حالنا اليوم يعني هناك نوع من الفتور، نوع من البرودة، ماذا تعني هذه إيمانيا؟ هو لا معنى لها إيمانيا، لأنه هذا يشكك في وجود الإيمان في القلوب من أساسه. لو كان للإيمان نبتة صغيرة لترعرعت مع هذه الإساءات، ولو كان ثمة إسلام يعول عليه لكان سيظهر، وإن لم يظهر في هذه اللحظة فمتى يظهر؟ لكن عدم ظهوره يؤكد أنه ليس ثمة صلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا على مستوى بعض القيادات، طب ماذا، هل كانت المؤسسات أو الأفراد كانوا أحسن حالا؟ ما شاهدنا غضبة في شوارع المسلمين، ولا أزعجت سفارات الهند مثلا في بلاد المسلمين، يعني ما كان الوضع أفضل؟ لا، نفرق كلامك، قد يكون مقبولا عن العرب مع حبنا واحترامنا لأهل الإسلام جميعا وللعرب رهط النبي صلى الله عليه وسلم، فباستثناء العراق ولبنان لم يخرج شيء. أنا متابع طبعا أولا بأول، عندنا فريق وبعض المراسلين في الدول. هي الذي حدث الخروج في دول عربية حدث في لبنان وفي العراق فقط، ولم يحدث أي خروج من الدول العربية. لكن الكويت كان لها موقف متميز، حيث أعلنت المقاطعة في الجمعية التعاونية اللي هي كبرى متاجر الكويت، وأيضا الموقف البرلماني، موقف البرلماني، أكثر من 30 نائب في البرلمان الكويتي كان لهم موقف عظيم ومشرف. ثم أنه بيان الشجب الكويتي كانوا أقوى بيانات الشجب التي صدرت. أما الأمة الإسلامية على مستوى الشعوب فكانت غضبتها غضبة واقعية. وأنا لا 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 يعني لا أثرب كثيرا ولا أنكر على الشعوب مثلا في مصر ولا في دول القهر والاستبداد، لأنهم استطاعوا أن يعبروا في الفضاء الإلكتروني. لأن هؤلاء ملصق، هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم؟ هذا قبل عامين أو ثلاثة كان له قصة في مصر، عادت وسائل المواصلات في مصر يضعون ملصقا على التاكسي والسيارات يقول هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم، يذكر. قامت إدارة المرور في مصر بتجريم وضع هذا الملصق والمعاقبة بغرامة فورية. وأذكر من طرف المصريين أن سائقا لحافلة صغيرة ثلاثية العجلات، نعم، لا لا نعم، وضع هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم، فأوقفه ضابط المرور وقال له عليك 50 جنيه غرامة، وذهب في هذا الطريق، فأخرج له 100 جنيه، قال له سأحضر لك 50، قال له لا خليها عشان المخالفة وأنا راجع، أنا لن أنزع هذه فخلفني مرة أخرى إذا رجعت من هذا الطريق. فالذي يحارب ملصقا يذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل
ينتظر منه غضبة لرسول الله، لكن الغضبة الإلكترونية من الشعوب كانت حقيقة تليق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت إحصائية على وسائل السوشيال ميديا، وسائل التواصل، أن مجموع ما كتب على وسائل التواصل في الرد على إساءة الهند تعدى 100 مليون منشور حتى هذه اللحظة. حقيقة دكتور محمد، يعني هذه توقعاتي لهذه الحلقة خانتني، يعني ما زال هناك الكثير من المواضيع المهمة التي ينبغي أن أطرحها عليك، ولكن ربما الوقت لا يسعفني، لذلك ربما نقرر حلقة أخرى لهذا الموضوع المهم الذي يجب أن يعمق وعي المسلمين في هذه القضية. في هذا السياق أنتقل معك للمحور الأخير على أن نطرح الموضوع مجددا إن شاء الله تعالى إذا سمح وقتك بذلك. بعد الاعتداءات الأخيرة المتكررة تداعت شخصيات إسلامية، تداعى أفراد، علماء، دعاة، مثقفين لتشكيل مؤسسات للدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت منها الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنت أمينها العام. هل وضعتنا بشيء من التفصيل عن آلية عمل هذه المؤسسة، جدول أعمالها، أهدافها التفصيلية وهدفها الكبير النهائي الذي تريد أن تصل إليه؟ أولا، الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام هي هيئة مستقلة ومرخصة في تركيا، مصرح بها في تركيا، لكنها الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام لا تتبع دولة بعينها، ولا تتبع نظاما ولا حزبا. أين مقرها؟ سياسيا المقر الرسمي لها في تركيا، اسطنبول. نعم، في اسطنبول. فهي لا تتبع دولة بعينها، ولا تتبع مؤسسة بعينها، ولا تنتمي إلى رابطة، ولا إلى حزب، ولا إلى دولة، وإنما تمثل أنصار النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. بل وكثير من الروابط العلمائية دخلت بعلمائها تحت مسمى الهيئة العالمية، انضوت تحت لوائها. نعم، تحت لوائها. وأصدرنا بيانا قبل 6 أشهر بحوالي أكثر من 25 رابطة في مقدمتهم هيئة علماء المسلمين في العراق، وهيئة علماء المسلمين في إريتريا، أكثر من 25 هيئة ورابطة علمائية انضوت تحت اسم الهيئة العالمية نصرة نبي الإسلام. فهي تمثل كل المسلمين بكل تحالفاتهم، بكل روابطهم. عندنا السلفي، عندنا جمعية محمود أفندي أيضا، وهي كبرى تركيا. الجماعات الصوفية في تركيا أتباعها بالملايين، هي عضو مؤسس معنا في الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام. فهذه مظلة عامة شاملة ينتمي إليها الكل بحكم انتماء الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود منها أن يكون عمل متخصص، الروابط منها ما هو متخصص في الفقه، منها ما هو متخصص في الفتوى، منها ما هو متخصص في الدعوة، لكن نحن أردنا أن نكون أكثر تخصصية في الدفاع عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مقامه، وعن قضايا الأمة الكبرى المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالثوابت. وركزنا أن يكون العمل بدايته بداية إعلامية، لأن الحروب الآن كلها حروب إعلامية، والإعلام هو المدفعية الثقيلة التي تكسب الحروب أولا، والتي تعلن النصر آخرا، من خلال فريق عمل محترف يعمل على مدار اليوم بدوام لا يقل عن 10 ساعات للنشر يوميا ولنصرة النبي، سواء في أحداث أو لا يوجد أحداث. في الأمر العادي نرد على الشبه، نذكر بالسنن، ننشر السيرة. وأصدرنا مجلة اسمها أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، تصدر شهريا في 150 صفحة، الثلث الأول منها للعلماء المناصرين والأنصار النبي من الأحياء المعاصرين، الثلث الثاني نستخرج من بطون الكتب ومن كنوز العلماء القدامى، لا سيما الأقرب لنا في قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كتب الإمام الأكبر عبد الحليم محمود؟ ماذا كتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ ماذا كتب الشيخ رشيد رضا؟ ماذا كتب الشيخ السباعي؟ ووجدنا تراثا هائلا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث العلماء الذين سجنوا من أجل قضايا الأمة ومن أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا لهم جهدا هائلا
فستجد ماذا كتب حازم صلاح أبو إسماعيل، ماذا كتب سلمان العودة، ماذا كتب العالم الفلاني في الهند وفي غيره. ثم في تطبيق أيضا على الهواتف الذكية سينطلق خلال أيام لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلكترونيا، وكيف تكون العضوية سهلة وموجودة للجميع. الغرض الأساس لو أردنا أن نحصر مهمة الهيئة في كلمتين: نحن نسعى لهدف قريب أن يجرم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدول الإسلامية أولا، يعني لابد أن نكون في قوانين تجرم الإساءة، ثم هذه الدول ترفع هذا إلى البوليس الدولي المعروف بالإنتربول، ثم أن نحمل منظمة المؤتمر الإسلامي مسؤوليتها في تجريم هذا دوليا، لأنها الجهة المعبرة عن أكثر من 50 دولة إسلامية. أمر الثاني أن يبقى جناب النبي صلى الله عليه وسلم معززا مكرما مصانا من أي إساءة، والرد على كل شبهة من خلال الألسن والأذرع الإعلامية، من خلال تجيش طاقات الأمة. احنا نشرنا مقطع واحد للشيخ العلامة محمد الحسن الدادو، ربما في أقل من يومين تجاوز مئات الآلاف من المشاهدات وتناقلته كل وسائل الإعلام. فنحن أيضا جهة خدمية لكل علماء الأمة، نرى كل عالم هو مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كاتب هو مناصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل قناة وكل إعلامي، فنحن جهة خدمية لهؤلاء، نأخذ ما قالته الوكالات الأنباء ثم نعيده عن طريق وسائل التواصل، لأنها الأسرع في الوصول إلى الناس لا سيما فئة الشباب. ذكرت نقطة مهمة، أن هناك السلفيون وهناك الصوفيون وهناك التيارات السياسية بما يسمى اصطلاحا الإسلام السياسي. هذا الزخم الكبير والاحتشاد لكل تيارات هذه الأمة، كيف يمكن توظيفه من الناحية العملية بما يحقق الفائدة وبما يدرأ الخلافات المنهجية بينهم في كيفية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن مبشرات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها جمعت هؤلاء جميعا. وقضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ربما هي المشترك الذي يجمع الكل في الإسلام. لو قلنا الصلاة وهي عمود الإسلام لا تجمع الكل، كثير من المسلمين لا يصلون، لكن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها العاصي مع الطائع، ويخرج لها المقصر مع المقتصد، الكل. لذا في كلمة جميلة جدا قالها الدكتور عصام البشير العالم السوداني الشهير لما حضر المؤتمر الأول للهيئة العالمية نصرة نبي الإسلام، ورأى أن أفغانستان موجودة، وأن محمود أفندي موجودة، وأن كل الأمة من متعدد الأطراف والأطياف موجودة. قال: أنا كنت وزيرا سابقا وأنا في الحركة الإسلامية من شبابي، ما رأيت مؤتمرا جمع الأمة بكل أطيافها إلا تحت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة أعطانا نوع من الدفعة القوية ومن المدد أن نكون وسيلة تجميع ووسيلة ائتلاف. وكانت الأمة عند الأمل لما دعونا الهيئات العلمائية، وهي أسبق وهي أكبر وهي تملك إمكانات أكبر، جميعا دخلت تحت لافتة نصرة النبي تشريفا لنا لذلك، لأننا نرفع شعار: إن فاتنا شرف الصحبة لا يفوتنا شرف النصرة. طيب، أنا ألتمس منك أن يتسع صدرك لأسئلة دكتور محمد، وإنما يطمع بالكريم كما يقال. يعني درجة العادة بين المسلمين أن تكون الغضبة حماسية وأن تكون في مستهلها فورة كبيرة وقوية، ثم ما تلبث أن تصبح هادئة فيتسرب نوع من الإحباط أو الملل لدى العاملين. هل رعي هذا الجانب؟ هل هناك في خطة عملكم استمرار الحفاظ على زخم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والحيلولة دون وقوع الخلافات البينية في كيفية اجتراح الوسائل المناسبة لنصرته صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة يعني إحقاقا للحق، وأنا كتبت هذا أكثر من مرة، أحد أسباب بقاء جذوة النصرة مشتعلة فرنسا وماكرون. يعني هم كل نشكرهم فترة يعني نشكرهم؟ لا 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 شكر لهم، إنما هم لهم الوزر على كل حال. لكن أقول أنه ما يمر أسبوع أو شهر إلا وتجد نحن اليوم، وحقيقة هذا فعل طيب، اليوم في هذه اللحظة مرور 600 يوم على المقاطعة، هذا العدد الآن في ناس
مرابطة على باب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة فرنسا. ولا تقل لي إن هذا ليس موجعا، بل كان موجعا وما زال. لماذا؟ وزير خارجية فرنسا ذهب إلى مشيخة الأزهر وكلم الإمام الأكبر وقال له كلم المسلمين في وقف المقاطعة. هذا معلن. أكبر كارفور في العالم العربي موجود في القاهرة والرياض، كلاهما له بيان على الإنترنت موجود يتبرأ من فرنسا، يقول نحن ليس فرنسيين، لا تعاملون على أننا فرنسيس. هذا من تأثير المقاطعة. بل كارفور الرياض عرض التوصيل إلى المنازل كما تعمل البقالات الصغيرة. ونحن اليوم 600 يوم في المقاطعة الفرنسية، وستستمر الحملة لأنها باب نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقصد أنه طبيعة الأعمال أن لها شرة ولها فترة، وهذا هذا من طبيعة الأعمال. لكن دورنا نحن والهيئة بفضل الله عز وجل، هيئة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لها مواقع على كل وسائل التواصل والنشر يوميا على مدار 10 ساعات. ثم تأتي قضية زي قضية الهند فتعيد الجذوة مرة أخرى وتعيد الكرة مرة أخرى. لن تخبو هذه الأمة، لن تخبو هذه الجذوة ما دام هناك من يترصد أو يسيء لصاحب المقام الكريم. طيب، نحن في حلقة مقبلة أيضا هناك الكثير من المواضيع التي يمكن أن نطرحها، ومن ضمنها قضية المقاطعة إلى جانب قضايا أخرى تستحق تسليط الضوء عليها. لكن في سؤالي الأخير لهذه الحلقة، وأنتم في الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ما الثمرة العملية التي جنيتموها سواء في آليات عملكم أو في من أجل تحقيق الهدف الذي تسعون إليه؟ أول ثمرة من هذه الثمرات أن يكون هناك رأس، أن تكون هناك قيادة تجمع الجهود وتحرك الجماهير. وهذا ظهر لما أطلقت الهيئة أول وسم بين قوسين هاشتاج إلا مودي يا رسول الله. في أول ساعات غرد عليه 1,000,000 تغريدة. في دولة مع الأسف فيها مقر لتويتر أخذت تحارب هذا الهاشتاج، فأطلق هاشتاج آخر غضبة 1,000,000,000 لرسول الله، أيضا أصبح هو المتصدر لوسائل التواصل. مع جمعة الغضب نحن دعونا أن تكون الجمعة كل الخطباء يخطبون نصرة لرسول الله، واستجابت دول واستجاب عامة الخطباء، ودعونا أن يخرج الناس بعد الجمعة، فخرج الناس. وهنا في إسطنبول كان درسا عظيما، خرجنا من المسجد فإذا أول من هتف أمام المسجد فضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني، الرجل الذي تجاوز 80 يهتف نصرة لرسول الله. فلما أحضرنا له كرسي بكى وقال هذه وقفة، أسميتموها وقفة، كيف أقف، كيف لا أقف نصرة لرسول الله. مما اضطرنا أن نضغط الوقت ونلغي بقية الفاعلية رحمة به، لأنه بكى وقال لا يمكن أن أجلس في وقفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الهيئة استطاعت أن تكون قاطرة على الأقل في المجال الإعلامي، تقود الأمة لردع كل متطاول على المقام السامي. طيب، يعني الكثير من الأسئلة ما زالت مختزنة يعني لدي، إن شاء الله نؤجلها للقاء مقبل، لكن بدقيقة ونصف ماذا يمكن أن تتحدث عن موضوع الحلقة مما لم أسألك عنه؟ في هذه الحلقة المباركة أنا أظن أنك طوفت بنا عند أغلب القضايا، لكن الجزء الذي أنا أريد أن أبرزه ولم يأتي فيه الأسئلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نصرة أحد، بل نحن من نحتاج إلى هذا الباب من الثواب. فالله تبارك وتعالى قال إنا كفيناك المستهزئين، وقال والله يعصمك من الناس، وقال لنا إلا تنصروه فقد نصره الله. فالنصرة له حاصلة من ربه ومولاه ومتحققة، وإنما نحن من نحتاج أن نكون تحت راية حسان، تحت لواء حسان، نحن من نحتاج أن نكون في دفاع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويكفي أن نعرف أن منتج الفيلم الهولندي الذي أنتج وأخرجه لإساءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يسلم. هل يحدث هذا من عدو كاشح؟ يقول أحد العلماء وكان معه في الروضة إذا به يبكي، يقول له لماذا هذا البكاء الشديد؟ يقول لإساءتي السابقة أغسل ذنوبي، تحول من عدو كاشح إلى منافح مناصر.
واعلم أيها المناصر لرسول الله أنك منصور، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث رواه مسلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: ما زال الله يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، وقال له: اهجهم وروح القدس معك، كن تحت راية حسان. أشكرك دكتور محمد. بمناسبة موضوع الأسئلة التي لم أطرحها، هناك الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله ندخرها لحلقة مقبلة إذا كتب الله لنا في العمر بقية. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكر ضيفي الكريم المكرم الدكتور محمد الصغير، أمين عام الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. الشكر الأكبر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الله.